والقوائم التي تستطيع أن تخدمهم في المستقبل القادم. ماذا قدمتم أنتم نواب الموصل إلى هذه المحافظة؟ يعني إحنا نواب الموصل مع كل الأسف عندما لا نستطيع أن نتفاعل مع واقع مدينة الموصل بالطريقة التي إحنا واجبنا ندافع عن كل الموصل بطريقة التي نقول نحن مسؤولين عنهم جميعا أمام الله، ولكن عندما نطالب والإدارة لا تستطيع أن تقدم شيء ولم يكون المشاركة لكل الأطراف حتى يصير استقرار أمني يصير استقرار سياسي. يعني أنت تحمل الصراعات السياسية بين المتآخية والحدباء الوضع المزري داخل مدينة الموصل، الوضع الأمني، الخدمات؟ طبعا يعني الخدمات أهم شيء. اليوم أصبح المواطن العراقي كل هذه الفترة طويلة يعني لعد لا يبالي للكلام السياسي للمواد الدستور، الآن يريد أن يعيش. يعني وإلى متى يعني يبقى في حالة الفقر، لا وظيفة لا شارع، والآن يتكلم بأمور كلها سياسية ويقول يابا لازم. الجانب الاقتصادي أصبح اليوم هو جانب المهم. يعني لماذا هذا التطور؟ يعني مو دفاعا، لماذا هذا التطور في دهوك وفي أربيل وفي سليمانية؟ لماذا هذا التطور اللي يحصل يوميا والعالم تشهد هذا التطور، ولماذا لم يكن هذا التطور في محافظة نينوى؟ والسؤال يمكن نقدر نسأله للمحافظ أو مجلس المحافظة، خلي هم يجاوبون لماذا. يعني نحن إذا نشاهد دهوك تبعد يمكن 20 دقيقة عن الموصل، نشاهد التطور والازدهار ونشاهد يعني الحياة الكريمة والسعيدة. يعني نحن نريد مدينة الموصل أيضا تتطور. نتمنى أن الموصل تكون مثل دهوك وأيضا محافظاتنا العراقية كلها. لكن أستاذ محسن، مدينة الموصل هي مدينة عريقة ولها جذور كبيرة وكثيرة، خلينا نتحدث عن تاريخية هذه المدينة، وهل هناك خطط إيجابية لمساعدة أهالي الموصل خدميا؟ وأيضا أهم شيء يعني نحن إذا نتكلم عن الملف الأمني وأيضا الخدمات فيها. الخطط الحالية البرلمان يشرع قوانين، نحن نتابع كثير من الأمور تتعلق بأبناء محافظة نينوى، يعني بدون أن نذكر ذلك بالإعلام، ولكن مسألة الرعاية الاجتماعية كان لنا يعني تحرك عليها نحن نواب التحالف الكردستاني في الموصل. في الملف الاقتصادي أيضا لنا يعني توجهاتنا الخاصة في تقديمها، في توزيع الآن الوظائف. الآن الوظائف يعني توزع عن طريق مجلس المحافظة، يعني هناك وظائف في التربية ووظائف في الصحة. مع كل الأسف كل المعلومات التي تأتي الآن بأنه توزيعها لم يكن بالمستوى المطلوب أيضا لحساب بعض الجماعات على حساب جماعة آخرين، وهذا سوف يعاد النظر به، ولا نقبل إلا يكون توزيع عادل لكل أبناء محافظة نينوى. هذا التوزيع بالوظائف يجب أن يأخذ مجرى بطريقة عادلة وليس لحساب جماعة على جماعة آخرين. أريد نضع نقطة مهمة جدا أستاذ محسن، الجماعات الإرهابية اللي ألقوا القبض عليها داخل مدينة الموصل، أريد أتحدث عن الجهات اللي ينتمون إلها. يعني أنت كنائب عن الموصل، يعني الجهات اللي ينتمون عليها هذه المجموعات الإرهابية، يعني مع الأسف أنه نشاهد أنه بعض الإرهابيين يهربون من السجون وبكل حرية. يعني من الانكاسات التي كانت في لها تأثير على شارع الموصلي في الفترة الأخيرة، يعني هذه المسرحية مع الهروب السجناء، يعني كثيرين من أهل الموصل يعني وصلوا إلى حقيقة بأنه هذه لا يستطيعون مثل هذا حفر هذا النفق الطويل ويهرب السجناء بمثل هذه الحالة، وإنما هذا كان هو ترتيب آخر، والكل يعلم هذه الحقيقة. هروب السجناء والانتماءات الجهات الإرهابية، يعني في كل يعني إلقاء القبض الآن في محافظة نينوى، هناك من تونس وهناك من السعودية وهناك من سوريا، يعني كل الإرهابيين الدول العربية موجودين في محافظة نينوى مع كل الأسف. من يحميهم في جهات إرهابية أيضا متعاونة وياهم، والآن الضحية عندما يعني القوات الأمنية تلقي القبض على هذا المجموع الكبير من الناس، كثير منهم من أبناء محافظة نينوى وهم أبرياء يروحون ضحية عدم استقرار الأمني وهذه تواجد الإرهابيين. يعني العدد، نحن الآن لماذا نريد أن نشرع قانون العفو بسرعة؟ يعني أنا واحد من المعنيين بتشريع هذا القانون، لأنه إحنا نشعر
لأن هناك عدد كبير من الموقوفين هم أبرياء وخاصة من محافظة نينوى. فلذلك نحن نقول بأنه مجلس محافظة نينوى والحكومة المحلية في محافظة نينوى لم تقدم أي شيء لحد الآن لأبناء محافظة نينوى. شكرا جزيلا لك أستاذ محسن السعدون، ونتأمل من نواب الموصل أن يهتموا بهذه المدينة وأيضا يحاربون الإرهاب. أكيد أهالي مدينة الموصل يتعرضون للعمليات الإرهابية، نتمنى أن تنظف هذه المدينة من الزمر الإرهابية. شكرا جزيلا. شكرا لك والقناة الفيحاء، وإن شاء الله نحن نكون قريبين جدا لكل أبناء محافظة نينوى، ونتأمل بأنه تكون هذه المحافظة تأخذ طريقها إلى الازدهار والتطور قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا سعد الزين. أهلا وسهلا يا حبيبتي. كما أشكر مشاهدينا وأتمنى أن ألتقيهم في حلقة قادمة. أنا هيفاء الحسيني، أستودعكم الله وإلى اللقاء.